العجيب حينما ينظر الإنسان إلى الواقع الحالي مع أزمة كورونا والإجراءات الاحترازية والوقائية التي توصي بها منظمة الصحة العالمية ووزارات الصحة المختلفة، ويتذكر أن جزء كبير من هذه الاحترازات والإجراءات هي كانت هدي نبوي ووصايا نبوية من النبي عليه الصلاة والسلام في حال حدوث الأوبئة أو التعرض لأشخاص يحملون أمراض معدية. فحينما كان يوصي النبي عليه الصلاة والسلام فالابتعاد عن المجذوم بقدر رمح أو رمحين، فهذا يعني يجسد التباعد الاجتماعي الذي يوصى به في حالات الأوبئة. وكذلك حينما أوصى النبي عليه السلام في حال وجود طاعون أو تفشي وباء أو مرض معين في بلد، فالناس اللي في البلد ما تخرج والناس اللي برا ما تدخل، هذا هو مفهوم الحجر أو الحظر الذي يحدث مؤقتا إلى أن يتم السيطرة على الوباء. هذه إجراءات وقائية نبوية، حينما نتبع هذه الإجراءات ونمتثل هدي النبي عليه الصلاة والسلام ونتذكر هذا الهدي، فإننا بإذن الله نجمع بين الأجر والمناعة والصحة، ويكون في ذلك تعزيز لصحة الفرد والمجتمع. نسأل الله عز وجل أن يحمينا وأن يحمي جميع المجتمعات من كل داء وبلاء.